أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل مطول حول القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا مصريا فرنسيا على احتواء تطورات في قطاع غزة وعدم اتساع دائرة العنف. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي خلال زيارته الحالية لمصر. تحدثت مع فخامة الرئيس مطولا في أزمة الأزمة اللي احنا بنجابها دلوقتي، أزمة قطاع غزة، وتكلمنا بتفصيل شديد وبعمق شديد في جهود لاحتواء هذه الأزمة والعمل على ان هي يعني ما يكونش ليها تداعيات اكتر من اللي احنا بنشوفه دلوقتي. اتفقت مع فخامة الرئيس على أهمية ان الأزمة الحالية لا تتسع لتشمل يعني عناصر أخرى أو مناطق أخرى، ويبقى بس يقتصر الجهد والعمل اللي احنا بنعمله على ان احنا نحتوي التطورات اللي بتمر بقطاع غزة. ده معناه ان احنا ببساطة ننظر بخطورة شديدة جدا من اتساع دائرة العنف، وإن يشمل أطراف أخرى داخل الإقليم أو المنطقة.